المواجهة الأولى بين الوزير سليم جريصاتي ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل كانت في أيار الماضي على خلفية تقديم الوزير سيزار أبي خليل دعاوى قضائية ضد كل من شهر به واتهمه بالفساد في صفقة الكهرباء من نواب ووزراء ومواطنين. المواجهة الثانية في تموز الماضي على خلفية مطالبة الجميل الوزير نهاد المشنوق بالكشف عن السياسيين الذين تدخلوا في المسار القضائي للإفراج عن عدد من مطلقي النار العشوائي. فهل تكون المواجهة الثالثة ثابتة؟ لم يمر تصريح رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي جميل بخصوص الاستعجال في استكمال صفقات النفط والغاز ومن الصرح البطريركي مرور الكرام، وهالاستعجال بإقرار كل المراسيم والتلزيمات بهيدا الظرف مخيف جدا بالنسبة لنا، لأنه هيدا غير قابل للرجوع إلى الوراء بالمراحل القادمة. فمن الصرح الافتراضي اختار وزير العدل سليم جريصاتي الرد على الجميل، وبتغريدة مختصرة قال جريصاتي: على نائب الأمة واجب وطني بتمكين القضاء من معلوماته وأدلته، وختم: إلى القضاء در ولو مرة واحدة يا شيخ. وزير العدل صديق نحن بنحترمه، كان أستاذ بالجامعة، استاذ بالجامعة وأنا بحترمه، بس ما عم بفهم هيدا الشيء. وحتى لو كنت استاذه بالجامعة يعني ما مش مشكل، ممكن يشرد. هي ليست المرة الأولى التي يتواجه فيها الأستاذ والتلميذ، لكن تصريح الجميل هذه المرة ومن الصرح البطريركي دفع جريصاتي إلى توجيه دعوة إلى الجميل بدلا من الاكتفاء بالرد عليه. لا، الحقيقة موقفي الأخير نابع عن حرصي على يعني أن لا تصاق اتهامات باطلة بمواضيع حساسة وبأزمنة فيها إجماع وطني للخروج من أزمات قد تكون أزمات يعني كيانية وأساسية. هل كان تصريح سامي جميل من الصرح البطريركي مقصودا؟ لا، بتصور هذا موقف الشيخ سامي كان في يطرحه من المكان. هلا طرف عن درجة كيركي قد يكون أحرج صاحب الشرح، ما بعرف، أنا حقيقة ما تواصلت مع سيدنا البطرة. الشيخ سامي مدعو طبعا إلى تكوين ملفه، لأنه إذا ما كون ملفه نهار الاثنين بالتأكيد أنا رح أتوجه بتصريح كأخبار إلى النيابة العامة التمييزية وأدعو النيابة العامة التمييزية إلى الاستماع إلى من تشاء، طبعا الاستماع إلى من تشاء إيه لتكوين ملف إذا في من ملف. عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب سيرج داغر تكفل الرد على تغريدة جريصاتي في فيديو خاص نشره على صفحته يوضح فيه أن القضاء لطالما كان مرجعية الحزب. معنيك أنا حبيت لك يا ولدي، أول شيء نحن ما ذهبنا مرة للقضاء، نحن أمام القضاء اليوم أو شيء عليه بالتحقيق بأربع ملفات. نحن أولا بملف اللي نحن سميناه هدر المال العام بالنفايات وسكلين وغيره، نحن أمام القضاء بهذا الملف بعدنا عم نتابع القضية. نحن أمام القضاء بموضوع فايبر أوبتكس، والنائب سامر سعادة من حوالي 10 أيام كان عند المدعي العام المالي، ناقش معه هذا الموضوع، أعطاه المعلومات اللي عنده إياها، ونعرف أن المدعي العام المالي عم يتابع الموضوع وعم يستدعي الناس. لبل نحن أبعد من هالشيء الأمور اللي ما لها علاقة مباشرة بالقضاء، اللي هن مثلا ملف الكهرباء والبواخر اللي ما كنتش عم نحكى عنه، وملف إدارة النفايات والمطامر. طالب حزب الكتائب رسميا بلجنة التحقيق البرلمانية، واليوم هذا الشيء بعد موجود بمجلس النواب. الأستاذ يتحدى تلميذه والتلميذ يتمرد على أستاذه، لكن المقاعد الجامعية وخلافاتها شيء، والمقاعد النيابية والوزارية شيء آخر. آدم شمس الدين، قناة الجديد.